Live Skills avec Khalil Bouzayen. رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم في إكسبرس ويكاند حتى للتسعة، وصلنا لفقرة لايف سكيلز مع خليل بوزيان. صباح النور خليل. صباح النور، صباح الخيرات، شنو أحوالك؟ رمضانك مبروك. رمضان كريم، رمضان مبارك، عايشك سيدي. دونك باش نحكيو على، أو هو في شكل تساؤل بالنسبة للايف سكيلز، اللي هو شنية الطرق اللي تخلينا نتعلموا الصبر. صحيح أسامة، ديما السؤال المهم في الوقت المهم. يعرفوا الناس الكل، دخلنا في رمضان، دخلنا في وقت اللي العلاقات تصعب علينا، المعاملات تصعب علينا، الخدمة تصعب. واحد يخرج الصباح عبارة باش يخرج يلقى روحه في بتاي بتاع بوكس في الشارع، يشوف العباد تتعارك والعباد تنرفزة. وهذه كانت يعني فرصة اللي احنا باش نركزوا زاد على اون كومبيتونس اللي هي ماهيش معتبرة كسوفت سكيلز اللي احنا دخلوها في اللايف سكيلز، مي سي اون كومبيتونس نجم تعاون ونيفو في حياتنا، وخاصة في تونس اليوم في الوقت هذا في 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 الوضع هذا حاجة ما نجموش نفتقدولها، على خاطر تنجم ترجعنا في الصحة النفسية متاعنا بأثر عميق، وينجم يوجعنا برشا. ولازمنا نتعاملوا كما قلنا في المناخ اللي احنا نعيشوا فيه، والمناخ اليوم يتطلب الكثير من الصبر. كي تزيد عليهم انت الصيام واللي يترتب عليه، لازمنا نتعلموا صبر. لازمنا نتعلموا صبر زادا مش في علاقتنا مع رمضان أكهو، نحكيو في العامة جدا. انت كما حكينا اليوم في الاوف، حكيت لي برشا نقاط اللي هما صحاح في تونس. كيفاش ما عادش عندنا صبر في علاقاتنا وفي حياتنا، وما عادش معناها ولينا عبارة ان جرناد اكسبلوزيف باش تترشق في اي وقت. اي انسان في تونس تحكي معاه وعبارة عندك في يدك ابرة وهو امبولة باش تترشق، معناها عندنا دي رياكسيون قاعدين نشوفوا اللي توصل حتى للانهيار العصبي في نطاق الشغل. راهو معناها عباد يعملوا سور ميناج على خاطر ما عادش ينجموا يصبروا. به هالصبر هذا منين متراكم؟ يقول لك ديما تفرك الرمانه باش تفهم الشيء منين جاي. هذا الكل راهو كيما حكينا عليها برشا مرات جاي من اللي بسودو اوبليغاسيون اللي احنا نتصوروه كريفيرونس، كو سوا كيفاش تعيش، كيفاش تربي ولادك، كيفاش تعيش حياتك، كيفاش تنجح، شنو هو النجاح في حياتك. معناها حتى النجاح نحكيو على النجاح، ولكن مش الناس الكل عندهم فرد تفسير للنجاح، مش الناس الكل عندهم فرد هدف في الحياه، مش الناس الكل يحبوا يوصل فرد ثنيه، واللي الطرق نتاعهم مختلفه. واحد يوصل له يقول انا ما نجحتش على خاطر مش هكا نجاح. ولا تشوف انت في انستغرام معناها سبل النجاح ولا اثر النجاح ولا مظاهر النجاح، وحتى كي تحققهم مظاهر النجاح هذوكم تشلق اللي انت ما حققتش السعاده، واللي انت ماكش انسان صبور، واللي انت عندك برشا مشاكل باش ترقد في الليل. معناها هذا الكل يخلينا نون سولمون لي بسودو اوبليغاسيون هذوما، معناها الحاجات الغالطه اللي احنا في النمط اللي نحاولوا نعيشوا فيه، مي اون بلوس نكونوا نحن مع انفسنا ياسر قاسين، ما نصبروش ونحاولوا اون اوبليج رواحنا باش نمشيو في اتجاهات اللي ساعات احنا ما تعاونناش به. وعلاش لازمنا اون اوغمونت لا باسيونس نتاعنا؟ بور لا سامبل اونيك ريزون باش نوصلوا نقعدوا في حاله الاطمئنان ولا حاله السكينه. ونعرفوا اللي الصبر والسكينه والاطمئنان نجم نقولوا اللي هما متضادين زوز. وقله الصبر تهزك للتوتر، وقله الصبر اللي تهز التوتر راهو كان يقل برشا توتر وبرشا دي مومون نتاع 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 اضطرابات، ويهز حتى للاكتئاب. نعرف اللي ما نحكيوش اليوم على لا سانتي مونتال، حتى كان فما بعض العباد اللي يحكيوا عليهم وعلى الموضوع هذا المهم، ولكن حاجه ما نحكيوش عليها. برشا عباد اليوم في تونس قاعدين يلسوخ برشا راهو، معناها نحكي لك باش ما نقولش العام وما عنده حتى علاقه بالسياسه، راهو يمكن خاطر لو كليما يخليك انت فما لكن نجم يكون اجتماعيا اقتصاديا كل شيء. معناها السياسي في تونس قله الوضوح، السياسه مش ما عنده، مش هو الاكثر حاجه معناها في كل شيء، ما عندناش نظره. وخلى العباد اليوم حتى في قلوبها الداخل ماهيش قاعده تتكلم، واللي هذا تحكي معاه تحسه باش يترشق بالبكاء قدامك. معناها هذا قاعد نشوف انا في الخدمه راهو ولا في الشارع. به خلينا نحاولوا ننميو في الطاقه نتاعنا باش نكونوا صبورين، ولا في الصبر نتاعنا على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى في الوقت الاني، انت صارت لك حاجه، خاطر فما دو مانيير دو فوار لا شوز، فما لا مانيير الاولى اللي انت توا شنو عمل كي تجيني اون سيتياسيون دو كريس، كي تجيني حاجه في الوقت الاني كومون جو رياجي، ومن بعد على طول المدى. باهي في اهم حاجه ديما نقولوها اللي هي في اي حاجه راهو كو سوا كريز دانكسيتي ولا مانك دو باسيونس ولا كولير ولا اي حاجه، خذ ثلاثه تنفسات عميقه.
يمكن الفكرة تضحك راه، ويمكن تسمعها أنت وماكش مجربها وتحكم عليها بالعين الخارجي، ما تشوفش المدى نتاعها، ولكن جرب. يعني حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي يتنرفز ماذا به يقعد، واللي مازال متنرفز كي يقعد يتك. معناها فما حاجة باش تكسر انت الطاقة متاع التوتر بالجسد متاعك، وهذه حاجات تدخل في نطاق لا مرئي. وهنا راهو ما نطلبوش من الناس باش يصدقوا ولا ما يصدقوش، نطلبوا من الناس باش يجربوا. كان الحاجة هذه مشيت معاك طبقها مبروك عليك، ما مشيتش معاك تنجم تتعادل الحاجة اللي بعد. اللي مهم جدا ان تكون سوبوزي لي كيستيون سور سيت امبوسيونس، معناها في عود تكون انت في الرياكسيون ديريكتومون. حاول افهم نفسك علاش انت امباسيون، شنو هي الحاجه اللي صارت، وشنو اللي عملت الوقع في 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 الجسد والمشاعر نتاعك، ومنين ينجم يكون الشيء هذا جاي. خاطر كان فهمت شنو اللي يعمل لك التقلق ولا يعمل لك قلة الصبر، راهو ديجا 50% من الطريق للنجاح في تغيير الحالة. دونك سو بوزي لي كيسيون. واخيرا غوناتيفيزي، راهو فم برشا حاجات احنا نسخيبوهم مهمين ومخطرين، ولكن في اخر الطريق نشوفوا اللي هما ما عندهم حتى أهمية، غير ما عندهم حتى أهمية. يعني قبول إنسان وشخص ولا قبول أشخاص ليك أنت كيفاش تتصرف والأفكارك أنت وكيفاش أنت تحب تعيش، راهو ما هو مهم كان في راسك أنت. يعني ماهوش مهم، راه توتي غلاتيف. صدقني احنا ان جروب نتاع 8 مليار دويت من الناس فوق حجره تجري في 308000 كيلومتر في الساعه، تدور على حاجه اسمها الشمس اللي هي بيدها قاعده تدور في وسط في حاجه في وسط الجالكسي. يعني اسكو احنا مهمين للبوان هذايا، ساشان لي هذا الكل منتهي. يعني من هنا ل 5 مليار سنه الشمس باش تلتهم الكره الارضيه. يعني كل ما كنا وكل ما كنا عليه وكل ما سنقوم اليه باش يختفي. يعني مش مهم مهما كانت مشاكلك، راهي ماهيش مهم. الانسان ديما يمشي في باله اللي هو مركز الكون. اما حاجه مهمه زاد باش نقولها، اللي غلاتيفيزي وكي تشلق اللي الشيء مش مهم وسامه، مش معناها ما يوجعش. معناها الايمان باللي الشيء ماهوش مهم وماهوش نهايه العالم، هذا ما يمنعش اللي انت باش تتوجع. باهي خلينا نسالك لهنا سؤال. طيب هذا الكل اللي تحكي فيه نجمو ما تطبقوا الكبار، لكن نجمو احنا نرجعوا بالزمن ونخليه انه الصغار هما يتعلموا قيمه الصبر. معناتها العائله اليوم هي اللي تعلم الصبر للسيارات نتاعها. اذا يكبر بالثقافه هذه وبالتعلم الصبر وكيفاش يتجاوز الاشياء وكيفاش يصبر، ينجم هذا الكل ما يولي ما عنده حتى معنى. حقيقة السؤال كالعادة وسامع عميق جدا. به كيفاش نحب نعلمه لأولاد الصغار حاجة اللي احنا بيدنا ماناش متمكنين منها. يعني انت كان نهار كامل ولادك في الدار يشوفوا فيك تعارك انت ومرتك وتصيح على مرتك واي حاجة بالصيح وتغزر لولدك وتعاتبه وتصيح عليه يعني فهمت كي نقولوا ناتيفي فوق الطاوله تحب الباكلاجيه على بالك. صحيح لي زاتونت نتاعنا انتظاراتنا والواقع اللي نحبوه يكون ما همش متناسقين مع بعضهم. يعني انت تجي لولدك نهار كامل سيح وعيات وعقابات واللي بيك ويلي عليك واش بيك ما تفهمش ويدرى شنو، وتحب من بعد الطفل هذا ولا الطفله الصغيره هي بيدها كي تصير لها حاجه في الحياه تقول خلينا نتنفس، مش معقول. يعني هذا الكل التراتيب اللي نحطوها في حياتنا اللي ما تنجمش تعطيك اون سوليسيون. دونك وحنا شنو نعمل؟ نفركونيت بالضبط، نفركو رومانا باش نفهموا علاش الشيء هذا قاعد يصير، علاش احنا كيما تقول هارب علينا. خاطر ولاد صغار تشوف اليوم ولاد صغار ما عندهمش صبر، تعرف وانا نعرف عندي بنات عمرها 3 سنين ولا عمره عام، فماش صبر سان اكزيست با. راهو هذا الكل في الابيجينيتيك، راهو لازمنا نكون الانسان لازم يكون ملم. راهو باش تربي صغار ما هيش شد تسكرة بر مشي ربي صغار، لا لازمك انت تتربى كولي اول حاجة، مش تربي لا تتربى في الثقافة متاعك، وتعرف الصغير كيفاش لازمك تحكي معاه، وتعرف اللي صغير ماذا بيك ما تحكيش معاه من فوق وتعطيه اوامر تهبط له على ركبة. تحب تحكي مع صغير وتعطيه القوة والريسبونسابيليتي ولا كونفيونس ان سوا، تحكي معاه في النيفو متاع العينين هكا. سبحان الله شعوب كيما الكندا واليابان تعمل في الشيء هذا، ما نتصورش اللي هما غلطين وحنا صحاح. تخبيه يعطيك الصحة خليل بوزيان على كل هذه التفاصيل. رجعنا معكم شوي آخر.